والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نبي قول حلي عليه الصلاة والسلام سقو سلاته كذي وكسوش استي صحابة ديسي أيو حلي إله نفتيد قعنتي سكو شرتان كل نار طيه وحا أن أركي هدا أركي لهيدين وحا أن أركي هدا أركي لهيدين إن يربى قصل لهيدين يعني قصل كويدين كما يمادين إن بدن نوأوي لهيدين مر الله لي ما كفراش كيسا شيف صدام إله دم بقل قلمة استاسحا ويا مرقى سبوح ورد جربالة لها اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنا سحابي كاربو حلي إلهي وحصوصت جهنم أن حصوصته إما أقلان إسو إلى السحرة إنن كيسا عبد الله يا ويمي ومضح به عيد أنت وقرغ قاضي أيو نبتس صار عمر باوح حكولي ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. عمر بن الخطاب بين كيس الله يوح إليه ورد من كي قدولك اسكدك بيولي وحبرنا بتاعده خسارنا عيد إيسا إن ربي إن حرست بولي. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وهم يصطرفون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نبي عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيح مسلم فكوي الله يسقى الصحابة دي سأل الله اللي يحوي والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نبي قول حلي عليه الصلاة والسلام سقى سلاته كذي وكسوش استي صحابة دي سي أيو حلي إله نفتيد قعنتي سكو شرتان كل نار طيه وحا أن أركي هدا أركي لهيدين وحان أركي هدا أركي لهيدين إن يربى قصل لهيدين يعني قصل كويدين كما يمادين إن بدن نوأوي لهيدين. صحابة دي وحيدة هدين إلهي رسولك سيوم حاضركت وحان وحا كلف يا دركت وام حي نبي حكولي رأيت الجنة والنار وحان أركي يقول نبي محمد لي عليه الصلاة والسلام جنة إيا النار بانرك. أخوتي في العقيدة سنة ضي الدين توكم من قفكو إنو رجيه إله إنم عديسي أن حريستيس إيدن بداف كيسة سعة رحمة الله قفك أركا مقوسته. ولذلك با إلهي قرآن كو حكولي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ما أهبوا ربي لي سبحانه وتعالى تمنقين ييد الديل دين ريادين ما أها يريد أهل كتاب كطانا أهل كتاب أنت من الفلسطين بي وحيد هذا نحن شعب الله المختار أما لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى جنة قال ما يوحان يهودي نصارى هي مسلم كنا هدو سنيد هذا بس مسلم ما نهي إلا يحلي ييد الديل ما هاركو يريد ما ها من يعمل سوءا يجزى به بإلهيه عدة حمص ميسة واللغة أبال مرن إلهي سبحانه وتعالى سك دينه لما يعده لسام وقرقرت. ولذلك يا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه وحلي الرجاء قال الشيقية قفك تقصيرك وقل دعي إدى إلهي حقوق دي سام وذا دمايسترين إلهي ما لها هو ناتشي وقف كستو مسلم مركا قف كستو مسلم إلهي مقاد يوحي وحق لها إن الله وضي مات. لكن وحوقي إلهي وحن معسي إن أنا كوضا مهد نقيل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذن شكر قاونا والله يحصى إن أضلا إيمانا بادوكتي ودداش
لكن تحسن الظن بالله إلهي بات بلا وناجر سوحت سلا إلهي توك أقبلي عفو ساد الرجين سوحت سلا إلهي وكو عفني كاسي والراج فحال يدو دين إلهي كاقبل ودنبي جسم الصحة. أما بولي قفك أنتو معصد الضباشة مرغنا أني كهين هدنا الرجقبة كسوى غرور بولي وغركم بالله الغرور كسوى متكت سومي رجا ما هتا سيما رجا ماها وهي الرجاء وحك حنيه عمل كون أحسن إلهي حين لي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلهي رسول كي سكو ضي شفي عم بايدو قص غيي وقص غنطي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قفك الرجاء ضاقبة إلهي كعب سنية ما أنت قيامة يو ذكر الله كثيرا قفك طريق النبي محمد مر عليه الصلاة والسلام دت كان غفلة وقرد عضيو أما دت كان كتسومي أدونك كو كتسومي كو مشغولة يو وارتن زولي سيتغيسة هكفكر إن ميش أدو قوري سيقيدات هاي ماشى تقص عتك فكر يا ماشى لا أروري إلهي قرآن كوحكو وشاقي بولي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مغضية مددين كم مدين مجر إلا إيه جهنم وهو أروري ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية إلهي نوحولي وحن بدبادنا انت لك عبسطي النار كدور سطي بقتي مركي دريدة شوفتي أما كو الظالمين تاها إيقور هندو دالغ طوريا وحلي ورود كوالله با نجاتك سشكو كتيرا جهنم إن أدن لها صاري سوى الله با جتك السراد إن أدمار الدونتو وجهنم كرمرا ورلوبا وأثبضا ومدو كورن بريج لوبا وليري تيمه كلاب لغي وأثبضا وليري واسيفه كلاب وهدنا مدوة وهدنا جهنم كدو ليا الله هداد مريسا خطرت انت اللي هداد كسو عطو إن جهنم الدشي هذا مري دونتو وماشا الله مري أنا ويا هاي بريج آد اللوبا وأثبضا ومقدية مدو وهي جهنم ومدو ومدو إن هاد مريس سيدا هداد كو مريسو وانا الله بابو لي ورود كاسي إن هادو أروري دونتو والله بابو نجاتك سه كوا بدبادي اينا كوچرتا شكي كوچرتا. ولذلك ايها الاخوة الهي سبحانه وتعالى قرآن كوحينا وتلماما يا وحبضا او كمدا ددك الهي كعب صدي يا خائفين تا خائفين تا ربي سبحانه وتعالى وحكو تلماما يا صفات ربضا له كوا رب الرجين اينا صفات بار ربي كتلماما ان قرآن كمركاسي ايقنا مركا إلهي وحكى والرمي يدول نارك بغية مركز ربي وحلي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا دول با إلهي كوالرمي فكرية وإلهي مخلوقات كيسا كفكرية وعبصري ربي قد حصية وغفل أنا هينين ومركز دا إلهي حصية هدي فرديان يا هدي سرچوغان يا هدي چيفان بالي دي قفك صدح دان حالك ما بحو إنو تاغن يا هاي يا إنو فرديو يا إنو چيفا وحبا ومدحايا صدح دي سحالة با إلهي وحو تلماما إنو ربي حصية لكن وام حي وحو كعب سنيا إلهي ويدي سنيا سبحانك فقنا عذاب النار بليه إلهي وداك حمكه فني عذابان وكاتنا بدقل كامغان قل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إلهي وحتى الماما يقول أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد كوا لك عب صدي جنة قلية وحاصون نمعا لواكوه الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وكوا مركي دوني دا شوغين إلهي كما قلية عذاب كيس
إلهي سبحانه وتعالى وحصفين إياه عباد الرحمن كإلهي نبع عابدي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلهي صفاتك كسفية وحكم دكواس هبين أردنين تغيين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صفاتك وقمدنا إليه وحكم ده والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إبراهيم ابن الأدهب شيخ الله يرضى إبراهيم التيمي أيا وحليه دوني دا مركي يقول لتشوغه ننك آن عبسد كبة النين وحان وعبس قبابونين أنو أهل جنة كم دهين ويا أهل جنة إلهي وحكسي في وحي رادين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين با إلهي كسفي مكي وحلي سويدي كوي جنة قلي ورمحا جنة إذن كان مركي لويدي وحي رادين مركا أنو أهل كي يرير كي يجي لتشوغني قفك بن آدم كي ومركو قلنا بدا وقد دقن يهي مركا تقول كاقي يرير كاقي يدار تادي يميش هذا شوكتا ومركا تقول دقن تي إيه وحيلين مركا سانو وعبسي بضنين هل كان مركا أنو تشوغنو لأنه هبين كي تاقنين أو إلهي كقبغرين أو عبسنين سيدا أو قيد فمن الله علينا ووقانا عذاب الصموم. إبراهيم ابن الله مركا وحلي ننكي أدونك مركو تشوغي آن إشفاقا سيكوشري مشفقا آن هين وانو عبسي قبابولين آن وهلو جنة كبيرين وحن كلاو عبسي قبابولي ننكا أدونك مركو تشوغي آن مروغي سنين النار يا عذاب يا وحصو صعدة كم مروغي سنين كان وحنو عبس قبابولين وأهل النار كم من نقضة ويا إلهي بقرآن كوحكت المامية وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن كوي نار كبد بعد جنة قال يبحي إليه وحام هضله إلهي نقك حيي عنا الحزن ربنا إن ربنا لغفور شكور ربي قيوه واكيدا بالداف بدن ايش شكوره ساسي لي اذا قفك الدنيا مركو تشوغو ان حزن هاي نمبويري اخرين كبير ويكو وردن اورنا يبانو بخيا بولي ايها الاخوه نبو عليه الصلاه والسلام دعوين كبدين شري انس بن مالك حديث البخاري وحليه كان اكثر دعاء النبي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار نار إنه إلهي كم مغن قالوا دعوين كوقبتنا نبي محمد أخرنا عليه الصلاة والسلام بكم مدحي ولذلك با إمام حسن البصري وحلي ضدك برد با أماني يدي الديلة يدي رجع إسك قبانو نسلقي أدونك كب حيبي وريغان عبسيدة بضان هين لكن إسك لأون إلهي بأنه ملح وناتشن هدي ملح وناتشين بولي لعمل كو وناكسنان لها waxaa looga cabsi qabaa bay culimadu yiraahdaan kuwaasi inay ku biiraan kuwa ilaahay aakhira leeyahay wabadaa lahum min allahi maa lam yakuunuu yaxtasibuun ilaahay agtiisa waxa uga soo muuqday oo uga soo daahiray waxaanay filaynin dee awalbu dreaming ku jiray day dreaming awalbu maalintii riyoonayay day dreaminka waxay yidhaahdaan waa qofka isagoo soo jeeda riyooda yacni waa iska tamani waa amaaniyaad waa xaqiiqa aan jirin haddaad adigoo iska jireen wax un maskaxdaada ka guuxaan waa waxaan jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay kuwa khaayifiinta axwaashooda nabiguna wuu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ibnu cuyayna ayaa wuxuu ka warinayaa ninkaasi ibraahim ibnu ladhab ataymi la yidhaahdo naftayda ayaa waxaan idhaahdaa buu yidhi mathaltu nafsi fi ljanna anigoo midhaheeda fiican cunaya oo sharaabkeeda cabaya oo bikradaheeda la mubaasharaya oo nolosha ku jira haddana waxaan isqiyaasaa buu yidhi bal anigoo naarta ku jira oo zaquumkeeda cunaya oo sharaabkeeda cabaya oo sadiidkeedii iyo khasaaqeedii iyo wixeedii wada oo silsiladaheedii iyo aqlaasheeda ugu xidhayay dabeetana waxaan idhaahdaa buu yidhi nafeey horta aduu keebaa doonaysaa labadaa sawir baan isu dhinac dhigaa nafta waxaan idhaahdaa keebaad adigu doonaysaa labada goorba waxay sheegtaa ya adduunkii igu celiya aan maxay acmalu saalixa
waxaan ku idhaahdaa buu yidhi haddaa dunida joogtaa umniyadaad hadhow yidi dheelan doonto imikaad haysaaye facmali baan idhaahdaa buu yidhi nafay hadda shaqee haddaad joogtaa waqtigii umniyada walidaalika ayuha alikhwa jannada iyo sifaatkeeda ilaahay subxaanah wa tacaala markuu tilmaamayo iyo dadka gelay iyo dadka rajada qaba ilaahay sifaatka aynu soo sheegnay buu ku tilmaamay ilaahay wuxuu tilmaamayaa miyay siman yihiin kan iyo ka kale ku habeenoo dhan taagan oo ilaahay subxaanah wa tacaala u qunuutaya oo sujuudsan oo taagan oo rabbi baryaya oo aakhira ka cabsanaya oo ilaahay naxariistiisa rajaynaya yacnii alkhaa'if billaah wa raaji nicmat allaahi wa raxmatih waa kan habeenkii taagan amaa ninka aan baabkaasi ku jirini waxay u badan tahay inaanu gelaynin kuwan la tilmaamayo waxaad ogaataa ilaahay cadaabkiisa cid walba wuu ugu goodiyey ambiyada loogu goodiyey soo ambiyadu dadka uguma sharaf badna ilaahay baa ambiyada ugu goodiyey wuxuu leeyahay dalika mima awxaa ilayka rabbuka min alxikma wala tajcal maca allahi ilaahan aakhar fatulqa fi jahannama maluuman madxuura baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala kaasi waa waxaan kuu soo waxyooday baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala nebi maxamed baa lagu leeyay ee ilaahay cid kale ha ku lamaanaynin hadday dhacdo maxaa dhacaya fatulqa fi jahannama maluuman madxuura ilaahay malaa'igtu cadaabkiisa ugu goodiyo wuxuu leeyahay waman yaqul minhum innii ilaahun min duunih fadalika najzihi jahannam kadalika najzi aldaalimiin ilaahay isagoo malaa'igtiisa ka warramayo wuxuu leeyahay malaa'igta mid ka mid ee ilaahnimo sheegta baa ilaahay yidhi alle sokadi fadalika najzihi jahannam dee dadka inta kale maxaad u malaynaysaa marka dadka inta kale ninkii xumo sameeya ama wax walaaqda muxuu rajaynayaa in ilaahay subxaanah wa tacaala maxay ugu goodiyo walidaalik baa salafu saalix waxay odhan jireen ninka ilaahay ku caabuda inuu iska rajaynayo una naarba cabsi ka qabin waa murji bay yidhaahdeen kaasi ninka ilaahay un cabsidiisu un wada ee janna iyo waxa dadka cadaab un ku akhriya waa xaruuri bay yidhahdeen xaruuriga waa khawaarijta ninka ilaahay subxaana wa tacaala idha anugu waan jeclayo janna iyo naar iyo baabkaa kuma jira ee jacaylku un bay haya nacam ilaahay in la jeclaado cadamadiis iyo weynidiisa alcadama fii nafsiha tuxab xataa bini aadamka yaryar qofka bini aadamka ee dadku wixii alla wanaagsani uu ku weyn yahay dadku way wada jecel yihiin qofka bini aadamka ee caadiga ah ee wax agtooda iyaga la wanaagsan uu ku weyn yahay maalan geesinimadu dadka bini aadamka agtooda waa ku weyn ninka geesiga dadku iska wada jecel yihiin bini aadamka agtooda waxa ku weyn deeqda qofka deeqsiga dadku iska wada jecel yihiin waayo deeqnimada wax fiicana yacni sifaatka wanaagsan bini aadamku sidiisu uu jecel yahay famaa baaluka rabu samaawaati walard isagu sifaat oo dhan leh sifaatka wanaagsan oo dhan rabbigii leh min ajli cadamati walidaalik baa ilaahay qur-aanka isku keenbaray wuxuu sifaleeyey wuxuu khalqi abuuray wuxuu nimco bixiyey ilaahay waa iskaanbaraya si uu isu keen jeclaysiiyo bini aadamku waxay jecel yihiin cidda qofka wax ku siiye kuwa abaalka kuule waa jeceshayde qofka mar kasta nimco ku siiye markaad u timaadaba wallaahi ninkaas hebelabaad leeyo waa nin rag waa abaal badan buu igu leeyay waa jeceshay waayo waa muncin ilaahay ku nicmeeye waxaanoo nimcaa ku siiyey maxaad umalaynaysa waa la jecelyahay idan waxay yidhaahdaan alambiyaa iyo maqaamaadka sare dadka gaadha waa ka mid jacaylku waxay rabbigood u caabudaan alxubu fi llaah iyo xubu llaahi subxaana wa tacaala laakiin waxaa kaloo ka mid ah inaad ka baqayso qadabkiisa iyo cadaabkiisa iyo sifaatkiisa kulul shadiidu lciqaab inuu yahay duntiqaam inuu yahay jabbaar inuu yahay aakhira inuu cadhoon doono alood og tahay ambiyadii ilaahay uu doortay maalinta qiyaamaha noo shafeeca markay yidhaahdaan dadku ku yidhaahdaan inay yidhahdaan rabbigaya maanta waa cadhaysan yahay uma tegi karno ficlo yaro ay sameeyeen mid waliba uu xasuusto ilaa nebi maxamed la gaadhay calayhi salaatu wasalaam idan maca alambiyaa ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkiisay ka baqayaan oo khawfu uu ku jiraa waa ku wada jiraa khawfu dadka saalixiinta iyo ambiyadaba in ilaahay jannada siiyo nebi maxamed baale igu duceeya wasiilada booska cidda qudhe ay geli doonto inaan anigu noqdo
وإنك الصلاة كستمر كأنه كبح أذان كستمر كدعاء ودعائنا لكن كي دهدان وشننا مرة والنار مرة وإن الله يبان قرآن وينيني ونوع من الزندقة بين هذا لكن الصير إلى الله وصدح دار الله يسقدره إن الله شعائل هذا قفته وعابده يما هدنا قادو ما هدنا قيسو إن عبسي آد كعبسر يسو أردي سي عقاب كيسي عذاب كيس هذا عابده يسو وهي علماء دو إلى هذا وصوتك إلهي كوك حياة دوميس حولا دنقد بالغوك حياة بن هادم كده قد الوك حياة وحكم ده بيلاي النار تاني وعب سجلي إلهي نتكو عابد سير الجنة دي سرار عينش ولذلك أيها الأخوة سلف الصالح صفات كان دمام بيلا هاي ضد عب صدبة يهان شري ضد عب صدى قار كود بوح الله إله ده نار تمرك أركان دب كان ضد كوشي تمرك أركان قلقل مشري ولذلك بقى إمام مجاهد وحلق الشيخ قال سوف فصيريا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين سوى إلهي نار تكون مشيئا نحن جعلناها تذكرة بقى إلهي دبكا وحا يابا الله ينوسي وحا كم دا إلا ينبوانيه تذكرنا النار الآخرة دب مركا دارك تبين أدقرته كيكا ويلاي كدن بيهم حتك يالي ويا ناركم بالليلي وجزء نارتي تضبات انشير لسوق ابو تشيبا قنا اذا تني ادي دقنين كوطاي وتذكره ايو تيدكو الهك عبصري سبحانه وتعالى ولذلك بار رقي هوري رقبي عبصيده وحي كانتين هرد بكي من ويده رق حتى صحابه كمده شداد بن اوس صحابي اللي اورنجري ثابت بن قد محل حسان بن ثابت بادروه وصحابه هشام دقران شرتي waxay dhaadaan markuu furaashkiisa u hoyde markuu gurigiisa tago furaashka seexdo ayuu galgalay maasta sidii xabad yar oo maqlay la dul saaray waxa la yiraahdaa daawahan wax lagu een daawahan wax lagu sheelo hadii waxaad saliida markaa wax sheelayso ma dabka ma iska maxjiya waxa la sheelaya waa boodboodaan mar alla liye markuu furaashkiisa jiifsado bay dhaadaan buu galgalay maasta seexan waaya مركز وحور جربان لها اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنا سحابي كريم حلي إلهي وحصوصت جهنم أن حصوصته إما أقلان يسو إلى السحرة يعني جهنم حصوصت هذا وحي كان يسا إن هرد يجي من كرويده مركز وإنتو استقابوا صلاة بلا بجربان لها أبو سليمان الداران باو حورنا يا طاووس تابعي قيل يا قاني فراش كي سور الكتاب ويلي مركز الساحدة وايس الرك رجا دبتنا انتو كاك راح قبل ده وجهسته ايوه حدا هذا حصوص تجهنم ايه هرددي عابدين تلا تكتي ورنج هرددي دتك عابدين تا واحد دولي حصوص تجهنم مالك ابن الدينار ايه وحكورين اياه ابنة الربيع بن الخيثم ربيع بن الخيثم ان انت ورنالي ايا وحي تري ابا وما تسكا سيحتي ابي هذا قمي وايي بي اركس دبيت انا وحي لدي ابا ما تسيحتي وحكوا لي ان النار لا تدع اباك ينام عذابك حسوستيس ابا هرد وما اوقلا عامر بن عبد الله ايا وحت المام ايا حديث النبي عليه الصلاه والسلام بكو علينيا ما نرق نين جنة دون يهردة أما قف نار كعر ريو ساح ذي دبيت نوح ورنجري أذهب حر النار النوم عذابك كليل كيسة أيا هردة تكسيي موسى حنشرين بيد هذا انت واقو كبريو واقو مركو بريابو هذا نوح ورنجري أذهب حر النار النوم ما لنتينا هردة واحد تكسيي عذابك كليل كيسة asarki ayu dhici jiray bay dhahdan galinka dambaa in yari ka iman jirtay ragga kan marka aynu tilmaamayno rag badan oo salafkii ka mid ah waxaa la tilmaamay inaanay qosliba jirin walidalik ayaa saciid ibnu jubayr ayaa la weydiiyey bay dhahdeen xajaaj baa ku yidhi bay dhahdeen waxaan maqlay saciid ibnu jubayr uma qososhid markaasuu yidhi kayfa adxak wa jahannamu qad sucirat oo saan u qosli buu yidhi iyadoo jahannamo weli la hurinayo
جهنم رب السماوات والأرض وهرنا يو الله هرنا يو بشر دمبابي سانو ساحن بولي والأغلال قد نصبت والزبانية قد عدت سلف كمسائل كان لقوا رياوات ربدي وحكم إذا بين هذان عد جهنم مركي حصوصتي بقوتي عمر بن الخطاب وحو مغلي بين هذا ننتهى جودة يا أخرنا يا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سورة طور أخرنا يا مدو بكي بين هذا مدو أيو بكي قرقي سجيف ولا زيارة يا وحكا للا بقرن بقوه بغضي دراديدو بقوها أيها الإخوة الحافظ من الرجب أو حليه بقها إن واجب إن وجوبك ويكسر ريسا إن واجب إنت كو كلفت إن أطفرت كالتي مادو حاران تنكك قابسطا إنت سوى واجب لي عبسدا إنت سينا عبسطا إننا وما زاد على ذلك بيدو وبقها كو كلفة إن أدفيدته أدد شدو طاعاتك التي مادي مكروهات كان كتكتي إن وكسي في عن تيبولي هيو وإنت كان تبا إن قفك أما بقاده أما سه لبق غيريوده أردنته إلهي سبحانه وتعالى نارتي سينو قبتشن يوح لي كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أصفر إنها لإحدى الكبر بإلهي إنت الرب دارتي وضيح كل دارتي ونور قور نارتي بان ربي وحليي إنها لإحدى الكبر نارت وكوة وين بيك متي بي إلهي لي سبحانه وتعالى نذيرا للبشر بي إلهي لي سبحانه وتعالى وحانا يدقنينو تهي بنا آدم فانذرتكم نارا تلظى وحاصرنا حديثي صحيح كويا لي عدي بن حاتم حديث كيس داراي وكو الرمي مركو صوي سلامي ونبي قو يمين أيو حلي نبي عليه الصلاة والسلام حلها اتقوا النار قال واشاح نبي قوة نجيستا دنوا جيستا بولي سبوا لي اتقوا النار سيدي وحقف وحركة يا الله صبرني جي أيو مرة نقولها اتقوا النار مرة جيستا بول نبي قولي عليه الصلاة والسلام حتى ظننا أنه ينظر إليها إلى أن أم الله نبي نبي نار تي أركيو مركي دم نقول نبي تقو النار ولو بشق التمرة وروه النار سكجر نورة تمر شيء حد نها النقطة فمن لم يجد فبكلمة طيبة حدث تقاركونة تلبابيس علماء دي هر رقم إذا أبو الجوزان الله يرحمه دابا وحولي ضدك ما ملكو دي أرمه هذا هدي وحول لي قد يبي لهابوري أنا هو دوي يمكن لهم حم بعدي قال هابو يدين إن دواقة وح كلا كو قايلين إله النار 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 عدلة أيوة ما نقول مالها تاجي لهابو لي مالك ابن الدينار باي سنة وحلي هاي هدان عدي قرقرته لي لها أنا هو شقة وح كارد قال الله هندت كم يلا يسوي ما داني تنستاجو إن أنا وح كلا ورانا النار النار يدهدو النار النار إن لا يدهد ضد كلود دقدوه النبي محمد سبيني نبي محمد عليه الصلاة والسلام تبور بحي أيوا سباحا وسباحا كغيري وهل كيسو معلدو هيا أي كتير هذا قال قفكم مركب لا يدو نعضه عرفت وا سباحا وقيلي دوتنا والغصا عرري مركب الغصا حومي نبي عليه الصلاة والسلام محو هيا يدو هيا وقيلني وحيا هاي واروح على دين كدي ورمي ربعي سنة سأبور دكوي له دان دني لهضو بور تاني قد ما يسا علبة صوص صعدة هو اللي دين قلية ما قال ده ولا قلية ورني لا لان هي ملاي قا قاضنا يا ها بليد بين بلوك وما يقارن سان لقى قر ربعي سنة واروح على دين كدي يا بودي له عذابك عذاب كل البارد دين كدي يا ولذلك ما علماء دو حيلية ابن إبراهيم ابن الأدهم باوح لي أمنية أن لا يي نفطه نهوي نفي هداد أمنية دي كتر توامحي إلى يوح لي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. أيها الإخوة وحاصوا آيات وأمنياتك آخرة منك عذابك اللي استقليا ما قياما اللي استاقا ما نارته أي موقته أي اللقوة ذا هلان هلايا ربو نعلي ربو نعلي أنا عمل صوبان سوى سمعيني وحيابك لو حكم ذا بنادم كي يقل بهذه قيس ولو عادوا إليهم حولي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وحين أوباها من نجاح حال غبت باديها عقبة بن عامر أي النبي قوي ما عليه الصلاة والسلام وحقول يا رسول الله من نجاه محابة بادئه حديث كإمام الترمذي باورني يا شيخ الألباني نوى الصحيح بولي مركز النبي عليه الصلاة والسلام نعم والله من نجاه كيف ننجو من عذاب الله بالإلي إلهي عذاب كيس سانو قبت بادنا نبي حقول عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطياتك عرب كاغا هيسو كنترول واشيكينا وورنا وهذا الله ووضنا كورنا دي آخر الله انت اللي ما دوحد كو هاد ليسيون لحسابنا هدا دكتين لحسابنا يسو هذا ما تكنترول شيء. نبي محمد وحلي بدبادة هدا دون يسو عرب كاغا هيسو قولي ياغونا هكو قاضي dadka kale iyo inagu waxaanu ka warannaa hebelba waxa sameeyay dawladda halka ka booday siyaasi hebelba waxa ay kanba saan yidheeba wadaad kanba bidcoola noqday halka ba ka baxday cid kale la sifeeya. Nabi Muhammad wuxuu leeyahay wabki ala khatiyatik nin kale tiisa inta di la wada akhra lagu oran maayo kuwa ka waran koogiya wax lagu weydiinaya adiga ya khataadadi. Nabi Muhammad wuxuu ku yiri haddii aad badbaado doonayso wabki ala khatiyatik dambigaaga la ooy. طوبى لمن ملك نفسه ووسع بيته وبكى على خطيئته. ولذلك نبغى حتى المام يعني كأوية إله درتي وأوية إنه كم ديكوة إله سبحانه وتعالى. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عرش الرحمن كقوة هرسنة يمال تبد بادية وحنبغى المام يكوى النار تكبد بادية. حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله لبدا حديث بو صحيح إلهي سبحانه وتعالى النار توح كم ممنوع لا يلج النار رجل بكى من خشية الله بد باددو انت تهدو اوي لهيد نديمك اوي دوية. ولذلك بو حل إلى هذا دكين كن رجدا إنه قب بدن إنه قان عمل بهينين صالحين لكن عكس جاي هاي يجو عمل كوكب بدن يهي أيه هذا نعب صدو نقب بدن أبي بكر سو مد النبي محمد كيو فض بدن ما أيه أنتو أيه أو استاجا وعرب كيس كده جو أيو حرن جري هذا الذي أوردنا الموارد وكان كمال حنقة طوري وأبي بكر أبي بكر أنتو سلادة يسو تاقو سيدة قوري غان دق دقاق بالليه أبي بكر أنتو يا سلادة تكريو أين أنت يسو ترادة إله رسول كيسي أبي بكر دات كإمام هاو غنقين وأي كثرة بكاية أو أنت ستربدني ديسة عجبا مغلما يسو لا تكن كريم مايو وأبي بكر كي عين كاسا أو يا عمر ما أنت مديد الله قليي أو قريون دونه صلاة سجود التوكين أيه أيام مدلة قلية جب تنور داعي إن كيس عبد الله يا ويمي ومدح به عيد أنت وقرق قاضي أيو نبتي سصار عمر باو حكولة ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. عمر بن الخطاب بين كيس لهذا يوحوليه ويحك
وإريان هبار هين لغة عربية لكن معناها بحين كره لكن أنا لا أرنين مرك الله هبار تمايو وردا بان كي يقدر كاسكادي بود وحبرنا بتاع الخسارين عيد عيسى إن ربي جاي إن حارست بولي بل ويل أمي إن لم يغفر لي ويل أمي إن لم يغفر لي بولي هوباني هو يبو سجن عظيم هو يدي به هوكتي هدي أن ربي جاي إن حارست يعني ولا عذاب يا عمر باكو هلان هلا يوكو ليتني كنت منسيا له تبني انتو صامر بل ما انقري قاسو كلا هذا تلمامي وحال الى هذا وجهي سنة المدو اللي بالله انه مدو بيكو لهيد بيد هذا عمر مركا وجهي سنة لأيه سيدو المين يي ايه على مدى كسم اسمه عثمان بن عفان ايه حبال دليمي مركا سوء يي وإلمدو قرك كدر إريس وحلي لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي هدان جنية النار دحتاجني وأنا انقرانا إن الله بضا مدل يطوري دونه وحان رأى الله إله وعيدي قرك ما صبرين نار تاه مو قال كده ورجالك عشرة المبهي وكوي وغمضنا مسلم با كوي نكور رمينا نبي محمد بن لابتيس كأسير المرجل أما لبا حسيد وقوحي سقوا إلهي وتكنا يا سبحانه وتعالى أما الدارق السيد وقرقر لا يوقرقر لا دارق مركا دبك الله صاره إبيه وسلم الرقام وقايل يوصا غراه لابت النبي محمد بن سداسي وصا غريس عبسي ربي قوتك عبسانا يا سبحانه وتعالى يا عذاب كيس معاوية أي وحوي من انضرار لا إله ذو وكم درج علي تاجر يشتري مكسور ورع علي سفه ودعي كوسفه يه مركو وحيا بكسر ورمي بوحول وحها نما نأدون هم جري حين وهبين كم مدو قيس وحش ده والمد الضريرته وعنه انت اذا عدك كجاب صدى مرنا انت هذا غابن كحده متى يا مركو يما دبو يديسو دويو نغميدا لكن وينين يا عبسان كقبنا حدنا ان الله هذل وحن الهي او مرخاتي كعيب لي ان ان اركي جري هبين كمدو غورتي خيدغو دعيان الو اويا او غدكايس هيا oo ilmadu dareereyso oo sidii nimba halqaniinay oo kale u ooyaya oo la ya rabbana oo ilaahi subhana wa ta'ala bariya yole adduunka la hadlayo ilayya tacaradat ilayya tashawafat ilayya tacaradti adduunow maanaad sukay soo bandhigtay maanaad sukay soo muujisay aniga khayrkay كدي صدح بان كفر إليه عمر قوى قابيه مجلس كنا ومدليتا خطرتنا خطرت آدنا وهيرتي هذا يعني والغو صبر كريا اوي يا ضرار بوح لي وحر يا معاوية هنور رمي او اسنا المدو الدريريش يعني صحابة دي نبي محمد وحيا هاي واسيو النبي وقولها كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل كأنك غريب أو عابر السبيل وردونك قوة هذا سيدي متشد قويني أما غريب قوة وكان النبي ولي عليه الصلاة والسلام ورنك هم جي سوردان متقرد كردك بولي نبي إلهي همومتك ليسك كاقف الله ريا هذا دادو همي آخر يسوق جيسة بالغوير ونار كعب ستيد وجنة هم غريسيد ورقا نما دادية تلا دادية حوقا قي حولها قي حنية هاقا إيان نما دادية افتها نما دادة إيا مقعا قي ماموس كاقا هداد كدال بيسو أدو آخر آي تهي ماش حوقا قو أدكو مقان تهي إلهي باقا في الله نبي محمد لا ينتصوها دمرك هدو همي قاقو
نار يجني إلهي با كاغفل أنت الدنب أما هدو همي قاقوا أدونك النقضة تادي اللي ودو إلهي الدن كامل هبا الليلي دو حوين كدوني دي همي يدي دكتلك كوها لأكسميش كل مدبات كوها لأكسمي هدو قوون ورور سنبي كابودي كي كابودي سا إلهي الدن كامل هبا الله تلمامي قفك همي قيسو النقضة وراخر صادو نقاق نبي محمد حولي عليه الصلاة والسلام قف نبي إلهي هرتي سكبا نقاق والله قرب ليا ما نقاق كرتي سؤال الشنا ما فرادو كتشواب موياني وتاقناني سا قفك كف كريا ما انتا صادو نقاق دونتا نقاق ما يسيد بالو قولي لا لقو ايديا وان عمرقي محاتكو بحس عمره لوسية صادو استعماشي وقت قاقي نقاق ما يسيد هذا كتشواب موياني war umrugo isku mid ma ahayn intii dhalinyaranimada xoogaad lahayd xaqaad ku bixisay dhaqaaqay ma isid baa lagu raadigo ka jawaabo mooyaane war waxa xoolo shaqeynaysa xaqaad ka keentay ma xaraam bay ahay mise xalaal dhaqaaqay ma isid baa lagu raadigo ka jawaabo mooyaane xaqaad ku bixisay dhaqaaqay ma isid baa lagu ka jawaabo mooyaane war wixii lagu baray maxaad ku qabato aqoontaadi mid adduunyo mid aakhiraha noqoto ma ilaahay bay ku hoggaamisay ma rabbaad kaga cabsatay ما ضد بعض وحكو ترطي مسه وقت كل حيوك ستيون تدين ادنا ولو حيوك سدا هدي الله ربه تا ما ادقان ولو حيوك سدا هدي الله ربه وحبا محيوك سيكا هيدون وقت كل حيوك ستي سي الهي باتك قعب ستي سبحانه وتعالى قفك مؤمن كاهي ما لنتا انا دقاق ان انساد وفكرت ابا يكو حرنت هداد فرصة هاي ستا وحان الله تلمام إلهي انت اللي قهرت اغينا تسيدا برتاو ربنا عن دوتو عرد دغاق الدونين ادقو جوابا كبحي مو يعني جوابها تكبحي سو ايا وحي جوابو يندك هادو دغاق سو انا اتحق الجنة ودغاق واد بدباد يا انا اتحق النار ودغاق يا اد هلاك سمي جواب تاتكو ان كبحي سابي كو حرانت ايها الاخوة واهو بنتي قفك مؤمن كين رب الرجين ايه وان عمل كين كف الليل مرنا بالجنة وان عمل كين كف الليل مرنا بين ايه النار كبت بادنا والنبي محمد بالي عليه الصلاة والسلام متكين عمل كيس الجنة كما قال ايه ولا هذا قبل يكوي راهدين ولا انا بيرين الهي ونحرس دموياني لكن استجلاب الرحمة باللوبة هي الهي ان حرستي سسادو كيان سريسة صادق بير الهي كو الهي ونحرست إلهي هو أنك عرر يا يا إن حريص مي ما قلت إلهه وقت جاي وح كلام كوب حين يا إن حريص إلهه كوم جاد يا إن حريص إلهه النار كبقي ما يا إن حريص إلهه كنا ندوني ما يا يجلي وحوكسن ما يا يجلي فقل دمت وح صحي وح ويان إلهه عذاب قاعد كعب قيا يجبد بادي إلهه جنة هذا هم قولوا يجها يا يجي لكن عمل كوتشره ولذلك أيها الإخوة أفدوا حقيقة بمرك محاك أن صدي داتك يضو النار لأجي إلا سيح دي يدو قرق كوحيك وقبن أيو إن أدنطر أهدوا سيحنا يا محاك أن صدي يضو جنة لغوية بوها إن أتكسي حتى محاك أن صدي وحاك أن صدي بي علماء دو إلى هذا وضعف الإيمان بالله واليوم الآخر وحير هذا داتك رومينتا رومايسين آخرة هي مال تقيامة رومينتا لوجي ده وحويان وين أي واحد يكهر شوغان وهذه مكاركسة نلا الشاطر وين أنا كال لبدين إلى سبحانه وتعالى وين أنا آخرة كال لبدين قرما اللي بدان أوقات الغفلة هدي ترى بضط هدي موجنان تيجوا هنان تكوكو بضطه قفك هدي يقول دانسة قام حين الرانا واروا مد عقل قال قد بقوله دنتي سبب ما يقع وح قالوا اسكى قام مشغولي واحد دمدين يرى شقاء كهل ما انتو كلون تي اما حقا يرى العقا وصوق بصن لهاي كلون تي ايا دات كورد معنانا يعني وحيلي واروا بحل دعنانا هو ايو دين تاسي وچر تو قادن كرواي شقا دين تاسي وچر تو قبصن كرواي دوكان كيسي دين تاسي وچر تو ويلا كاسين وضع عنانانا كا ايا يما دوهن نكا ناري جنة سوغا يعني انو قيم با كيبا دوهن كيف غفلة كجرة غفلة تاني وإيمانك آخرة يا إلهي للربي سنة يلي تي وإيمانك هدو كرده
آخرية إله إلى الرميسي إساقا كان إن وقفك طاعدا مركابادية عبسدنا كوك اللي فوق معاصدة كفقاده. ولذلك النبي قوله عليه الصلاة والسلام حديثك صحيح كوي لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن بالنبي قوله ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن مدي دنين ومكة ترسنين خوارج لا معاصده يا إيمانكم موضى كل ما يان وكي خمر عبي إلهي رسولك سجع على نبي وحده لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله أسل الإيمان مدى فرسنين لكن إن المعاصد قدر كي كاك حين لهابا مغن أيها الإخوة علاجكم مركاسي وحويهي إن إنو إيمان كي ندبو بسنو صحابة إنو كور رميني انت ارى قرانك اخر سنبا ايمانك قلع قرانك ما انت ارى قوب بضانين قران بضاني بما ككوم سودقين مركي ايمانك قلعي وكا سنتك الصحيحة ابن عمر وليه عشنا برهة من الدهر وكان احدنا يؤتى الايمان قبل القران واختانوا النولي بولي متكايو ايمانك اللسين جري انت ان قرانك اللسين يعني علمك بدندي سما هين ايمانك بدندي سوا احتريي كو إيمانك سوء حوغية قرآن كم باينا براي سيدا لو حوغية قلبه وحق قلبي بلو يري تقلب كيس ينسيان بدنيدي سيئ لو شيئ بدنيدي وحوبة هين حصوصة لقوع العلية إلهي ساد رادت قرآن كوينو قوع العلية آخر يا جهنم يا عذاب كذا وينو قوع العلية الجنة يا نعمة طالة وينو قوع العلية إلهي وينديسه إلهي وين وقع العلي سوى آخر الله إن حصوصين إن ساعة آتية أكاد أخفيها وكل أرط إلهي والذاريات الذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق أنت إلهي دارتي وحاصر دارة يا إلهي وحلي وحلي لي يبوهي وارد وإن الدين لواقع قيامنا ودعية إلهي سبحانه وتعالى نبي سولي وغنار وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي نبي محمد بلى لي أضنى روشة لتأتينكم إلهي سبحانه وتعالى إن بضنبوا إنو قع العلي إنو شاق إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا مصحف كقرآن كهدات ركركته بيج إلهي ويندي سي الجنة النار كم غطى وما لين ما ينتك سو هليس لح بقول يا فرت بيج وككو بيا هي خادم الحرمين وكانوا ضابعي أداد بيج سو ركتو وما لين ما يبيج أن ربي كور رميني ويندي سي عظمة دي سي لقى بغضه أما أن كور رمينين جنة إيا النار إن لقوع العلية وطريق قلبي قال له الدورية dadka in wacdigeeda loogu celiyo naar iyo janno in la xasuusiyo in loo tafsiiliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala quraan badan buu soo dejiyey aisha waxay tilmaamaysaa quraanadii ugu horreeyay nabiga ka soo degay waxaa ka mid ahaa bay leedi quraan janno iyo naar ka warramaya quraan janno iyo naar ka warramaya وإلهي سبحانه وتعالى منا كو عبسين يا منا كو هم قر جلينيو وحي وقول رأي قرآن كسود دقابة إلى ده حلال يا حرام نقول لها دتك وحول الله هاي ولا جيز زنا دك متى جينيو ولا جيو وح خمر جم الدين إني ورا الله لكن كو الله مصوه الرئيسين وح لسوه الرئيسي جنة إيه النار إيه كور رنكيت وح لسوه الرئيسي سورة المدثر وإلهي كو نارته إنه كور رمي إنه كور رميس إنها لا يحد الكبر كو كجرته وحل سوه الرئيسي قران عبادتك والرميين اللي استاقيها بك الا قع يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه الهي سبحانه وتعالى اولي كان استوضوبا يا صحابتي باستاقى هبين كوردن ان يرمو يعني اما بدكي الى لسو قارسيي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطر واقوى مقيلا ضعفك إيمانك وحا دوية
waxaa daweeya dadko la xasuusiyo waxa aakhira dambeeya waxa janna iyo naar ay ka warramayso ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada uu ka warram naarna uu ka warram qur-aanka way ku filayd in la yidhaahdo war naar baa jirta iska ilaaliya laakiin lama odhanine waxa la yidhi naartaa gelaysa waa laga dhabeelaa waa laydhabeelaa wahum fiihaa laa yasmacuun baa la yidhi nebigu xadiidkii saxiixu muslim ku yaalay ahluhaa cumyun wa bukmun wa summun buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa dul dhagiyo indhaa iyo meel walbala naar baa laga warramay laakiin keligeed lagama warramine waxaa la yidhi war wejiga idinka leefaysa wejigaa idin madoobaanaya kaanamaa ukhshiyat wujuuhum qitacan min alleyl talfaxu wujuuhahum annaar wa in jahannama la muxiitatun bilkaafiriin lahum min jahannama mihaadun wa min fawqiha gawaash laysa lahum acaam wa min fawqihim gawaash laysa lahum acaamun ila min dariic laa yusminu walaa yugni min juuc ina shajarat azaquumi acaamu lathiim kalmuhli yagli fi lbutuun وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وسقوا ماء حميما وقطعت أمعاء فقطع أمعاؤهم إلهي سبحانه وتعالى وحاصر المحال وغور الرمية فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث لا ظليل ولا يغني من اللهب ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu naar ka warramay waxaa lagu cunayo waxa lagu cabayo huga la gashanayo meesha la degayo sida laysu dullaynayo waxa lagu qaylinayo waxa lagu subkanayo waxa la cabayo waxa la cunayo waxa loo tafsiiliya wax weeyaan lagu cabsi geliyo janna ilaahay markuu ka warramayna waa jannuun lama odhan ee waxa la sheegay waxa nimco ku jira webiyada dareeraya ee khamro leh ee sharaab leh ee malab leh ee caana leh waxaa la sheegay xuuralcaynta joogta waxaa la sheegay xuuralcaynta iyo sifaheeda xataa ilaahay naasaheedu ka warramo qiyaas rabu samaawaati walardi markuu xuuralcaynta sifaynayay kawaacib buu ku tilmaamay curub buu ku tilmaamay ilaahay wuxuu ka warramay dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodiiyo siday yihiin qurxdoodu ka warramay xataa ilaahay wuxuu ka warramay waxaa naqaa'isa dumar adduunka markay joogaan ay leeyihiin inaanay lahayn dhiiggoodaa laga warramay inaan dhiig iyo mid dhalmo iyo mid dhalitaan iyo waxba toona inaanu ka iman baa laga warramay mar walba inay diyaariyi baa ilaahay ka warramay maxaa loo sifaynaya maxaa sida tan loogu balbalaadhiyay wax loogu balbalaadhiyay waxa weeyaan in wax layna